السلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحضور أخوة وأخوات جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية أنا أقدم أفضل تحية وأجمل تحية وآلاف التحية إلى كل شعبنا المقاوم في الساحات الصامد وجميع الأبرياء المعتقلين في الصمود. ها هم عزنا ومجدنا، هؤلاء من دافعوا عن ديننا وكرامتنا وعزتنا. اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام. ألف تحية لكم، أنتم صمود الثورة. أنا اليوم رايح أحكم على هذه الجريمة البشعة التي تمت على شعب البحرين المسلم المسالم. نحن نمر الآن في الذكرى الثالثة على هذه الجريمة الغادرة التي تمت في 17/2/2011، أي الضربة الدوار الأولى والذي استشهد فيها الشهيدين. أول شهيد الشهيد محمود أبو تاكي ابني الشهيد، والحمد لله الذي أكرمني بأن ابني من بين الشهداء أنا وعائلتي، الحمد لله على هذه الكرامة. وأيضا الشهيد علي خضير، والتحق بهم الشيخ الكبير الحاج عيسى، وأيضا التحق بهم هذا الإنسان المسعف المهندس الشهيد ابن أخي الشهيد علي المؤمن، وكما أيضا التحق بهم بعد نزول الجيش البحريني في قتل الشهيد عبد الرضا أبو حميد. نحن نناشد العالم ونحن نقول لهذه الدول التي دعمت هذا النظام إن هذه الجريمة الكبيرة التي تمت في هذا اليوم يوم الخميس الدامي باتت في قلوب شعب البحرين جميعاً، لن ينساها شعب البحرين. وكذلك كل الجرائم، إنها هذه الجرائم التي تمت وطالت من الأطفال والنساء والشباب والشيوخ وحتى الأجنة، لن ينسى شعب البحرين هذه الجرائم التي تمت في حقه. شعب البحرين كان معتصماً في ذلك الليلة باعتصام من حقه ويطالب في حقوقه المشروعة في ظل، وهو يطالب في دولة كريمة تحميه وتحمي مصالحه. شعب البحرين لن يتعامل هذه المرة مع عائلة تكونت من قبيلة غاصبة لحقوق شعب البحرين، جاءت ونكلت وقتلت وسجنت هؤلاء الأبرياء. من مروا على سجون البحرين حتى الآن أكثر من 30,000، ونحن نقول لبعض القضاة الظلمة كيف تحكمون؟ كيف تحكمون على هؤلاء الأبرياء؟ وأيضاً ندين في هذا اليوم الأحكام الصادرة على هذه الأبرياء. شعب البحرين عرف طريقها الآن، لن يتراجع. شعب البحرين ما زال مصر، وما زلت أكرر ألف تحية شكر وتقدير إلى هؤلاء الشباب من يدافعون عنا بتواجدهم في الساحات عن كرامتنا وديننا وعزتنا وأرضنا. ألف تحية شكر إليهم جميعا. اللهم احفظهم جميعا بعينك التي لا تنام. أخوتي أيها الشعب الكريم، أنتم من حقكم تطالبون بما ترغبون من حكومة منتخبة، هذا شيء من حقكم ومن حق الجميع. ونقول لكل الدول المجاورة كيف ينسى شعب البحرين عندما دخل هذا الجيش الغاصب
الاحتلال السعودي وقتل الشهيد ابن أخي الشهيد أحمد فرحان رحمة الله عليه، واعتقل الكثير وجرح الكثير. لن ينسى هذه الجرائم هذه المرة شعب البحرين الأبي. شعب البحرين ما زال مستمر بسلميته في الساحات، شعب البحرين ما زال صابر وصامد على الآهات والجراح، وسينتصر بإذن الله جميعا. شعب البحرين هذه المرة لن يستسلم لهذه العائلة الغاصبة. شعب البحرين، وأنا أسأل هذه الدول المجاورة وغيرها، لو سألكم شعب البحرين من هو رئيس الوزراء السابق؟ لأول مرة دولة في العالم لرئيس وزراء في العالم ما صارت إلا في دولة البحرين. لأول مرة في العالم أن جيش يستعين بجيش هذه السلطة لقتل أبناء البحرين. لأول مرة في التاريخ تستعين دولة بجيوش أجنبية وبمرتزقة من جميع الأجناس من عسكريين لقتل وإذلال وإهانة المواطن البحريني. كيف يستسلم لهم هذا الشعب الأبي؟ شعب البحرين لن يتراجع، وما زال مصر وهو يحمل قضيته، ولن يتراجع عن قضية هذه المرة. وألف تحية شكر وإليكم جميعا أيها الشعب الكريم، مني ومن كل عوائل الشهداء وقوفكم معنا، وما زلنا معكم جميعا نحييكم بروح الأخوة. وأبناءنا هي أبناؤكم وأبناء البحرين اليوم. شكرا لكم جميعا أيها الحضور، ورحمة الله وبركاته.